وفي لبنان كشفت نتائج أولية غير رسمية للانتخابات عن فوز حزب الله وحلفائه مجتمعين بأكثر من نصف مقاعد البرلمان، في حين أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن نسبة المشاركة التي أجريت في الانتخابات التي أجريت أمس بلغت 49.20%، وأظهرت أرقام غير رسمية خسائر كبيرة لرئيس الوزراء سعد الحريري، لكنه ما زال السياسي السني الأقوى بحصوله على أكبر كتلة في البرلمان المؤلف من 128 مقعدا، مما يجعل هو المرشح الأوفر حظا لتشكيل الحكومة المقبلة. وجرت الانتخابات وفقا لنظام انتخابي جديد معقد عاد رسم حدود الدوائر الانتخابية، ومثل تحولا من نظام الأكثرية إلى نظام التصويت النسبي. لأنه النواب مددوا لحالهم 9 سنوات، يعني 4 سنوات كانت أول 4 سنوات، رجعوا مددوا كمان 4 سنوات تانية. فالحمد لله يعني اللي صارت، يعني لحتى ننتخب، لحتى يسمعوا صوت هالشعب بالقليلة. ما حيغيروا شيء، هي ذاتها نفس الأشخاص بس بطعم جديد. إذا مش هو مرشح، ابنه لمرشح. إذا مش ابنه، نازل ابن ابنه. وإذا مش ابن ابنه، نازل خيه.